طيب ميرفت في البداية كده عرفينا هي سارينا وبدأت من إمتى؟ تمام، هو أول حاجة اسم سارينا من إن هي مبادرة توعوية. تمام. سارينة الإسعاف حاجة أما بنسمعها بنلتفت أو بتشد انتباهنا. انتباه يعني. تمام، ده كده بالنسبة للاسم. المبادرة بتعمل إيه؟ هي مبادرة هدفها إن هي تعلم الأطفال من سن 7 ل 12 سنة مهارات الإسعافات الأولية. ده ليه؟ لأن الأطفال بيتعرضوا لإصابات مختلفة بمعدل كبير جدا في مساحات التعلم المختلفة زي المدارس، الحضانات أو حتى في البيت. تمام. حياتهم اليومية عامة. ده كمان لقينا انتشار لشائعات مغلوطة أو أفكار مغلوطة في التعامل مع الإصابات المختلفة، زي حاجات ممكن نصدقها من على السوشيال ميديا ممكن مش صح، حاجات متوارثة اللي هي الشائعات أو الإشاعات يعني. بالظبط. كمان مفيش متخصص موجود في المدارس يعني لإنقاذ الأطفال أو مساعدتهم في حالة حدوث إصابة. مؤخرا اتجهنا الموضوع، مش بيكون في دكتور في المدارس؟ مش في دايما. بدأنا الأول ببحث ميداني فأنا في مدارس مش كلها فيها. وكمان مش بيتم تدريس كورس الإسعافات الأولية للأطفال even في الـ language schools، مش بيتم تدريس الكورس دوت ومع ان ده حاجة مهمة جدا بترفع من ثقة الطفل. تمام. بعد كده اتجهنا طبعا مع فيروس كورونا لقينا ان احنا محتاجين توعية في الموضوع دوت especially للأطفال والأمهات، فاتجهنا ان احنا نعمل ورش عن الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد. هايل جدا. طيب إيمان، انتوا بتخاطبوا يعني من سن كام لكام؟ وش معنى الأطفال بالأخص برضو؟ لان زي ما ميرفت قالت كده بالظبط، احنا لقينا ان الطفل معرض لحاجات زي كده وبالذات مخاطر عدم الامان في مساحات التعلم زي الحضانات والمدارس، مع غياب انه في حد متخصص يساعد الطفل، ومع برضو الافكار المغلوطه عن الاسعافات الاوليه، هو ده اللي كانت الدفعه بتاعتنا ان احنا نشتغل مع الاطفال. اشتغلنا مع اطفال من 7 سنين، يعني هو بعد فتره البحث الميداني حددنا السن اللي هو 7 لحد 12 سنه، ولكن اشتغلنا مع اكتر من كده ومع اقل من كده. اشتغلنا لحد 5 سنين ونص ولحد 16 سنه.